أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم ضيفنا من الأخ سعيد بن جبلي. خلي لك الأمر سعيد. اوكي، الحمد لله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعيد، أهلا وسهلا فيك حبيبنا سعيد. سعيد طبعا كان المفروض حلقتنا تكون يوم الثلاثاء، بس مثل ما بتعرف أنا اعتذرت لك واعتذرت للأصدقاء بسبب آلام أسناني، ولا زال الورم يعني واضح ما انتهى. أعتذر مرة ثانية لك ولأصدقائنا. طبعا يعني اليوم أكيد راح نكفي، واليوم أنا كتير سعيد إنه الأخ سعيد عنده النت رائع وصافي، ما في أي مشاكل، ممكن نسمعه بكل هدوء بكل أريحية وما يعذب المستمع يعني المتابع. أخي سعيد، يا ريت تلخص لنا الحلقة الماضية، بصراحة يعني أنا ذات نفسي تعبت نعم. بالمتابعة، يعني يا ريت تلخص لنا الحلقة الماضية يعني على طريقتك، تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا بجميع المستمعين، وشكرا للأستاذ جاك. جاك ده اسمك ده صحيح؟ لا، جان 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 بي ان. الأستاذ جان، شكرا كثير، شكرا كثير. فأنا سعيد لمشاطرة قصتي مع بقية المستمعين. طبعا هي فقط مشاطرة قصة، ممكن يكون فيها أشياء مختلفة، ممكن تكون فيها أشياء متشابهة، بس في كل قصة عبر، رغم أنها تكون أحيانا متشابهة لكن في كل قصة عبر. فراح أبدأ من مرحلة أنا قلت بدأت التدين، يعني التدين الشعبي يعني عادي في الصغر، ثم أنني بعد ذلك التحقت ب يعني صرت يعني صرت أن يعني أتعلم من المنهج السلفي عن طريق أستاذي الذي كان يدرسني، ثم بعد ذلك ولجت إلى العدل والإحسان، لكن بقيت سلفي، طريقة تفكيري بقيت سلفية في العدل والإحسان لمدة 3 أو 4 سنوات، وده اللي منعني من أنني آخذ مراتب عالية في البداية في الجماعة. لكن في ال5 سنوات التالية الأخيرة حاولت أندمج في الجماعة، والاندماج في الجماعة يعني أنك لازم تتنازل على بعض الأفكار ذات النهج السلفي، لازم أحيانا يكون عندك فكرة لكن لازم تروح مع الجماعة، فده كان عن وعي عادي، يعني لازم تندمج كيف الناس الآن يحاولوا يندمجوا في أوروبا، كيف يحاولوا يندمجوا في أماكن أخرى. وفي الوقت ده كانت عندي مسؤوليات في جماعة العدل والإحسان وفي الجامعة وفي جميع يعني في جميع مؤسسات جماعة العدل والإحسان. لكن بعد دخولي السجن وخروجي من السجن صارت الجماعة، صار الكينونة مع الجماعة صارت مملة، يعني ما في شيء جديد، نفس الأفلام نشاهدها تقريبا كل يوم، نفس الجلسات، نفس الدروس، نفس الأشخاص. فغادرت الجماعة لأنه صارت مملة، أنا ما أستطيع أجلس في مجلس من أجل البركة، إذا ما في فايدة ما في مشكل، الناس كثير يحبوا يجلسوا في المجلس فقط من أجل البركة، يعني عندهم وقت يضيعوه ويربحوا بركة، بس أنا كنت لازم آخذ فائدة جديدة، إذا ما في فائدة جديدة ما أروح للمجلس. لكن ده غير مقبول في العدل والإحسان، أنت لازم تروح لغسيل الدماغ حتى إذا كنت ما عندك فائدة، لازم تروح، ما تفوت ولو حلقة واحدة من حلقات غسيل الدماغ، وإلا راح يبدأوا يتساءلوا عنك. فرحت من الجماعة فقط بدون مشاكل، بدون نقد، بدون، رحت لشغلي. فلما رحت أسست مقاولة صغيرة، يعني شركة صغيرة لخدمات المعلوميات أو نادي إنترنت ببساطة. وفي الوقت ده صرت أكتب في الجرائد وفي المدونات، وأسسنا جمعية المدونين المغاربة واتحاد المدونين العرب. فأسسنا وصرنا نتكلم على حقوق الإنسان. فكانت مرحلة 10 سنين محاولة التوفيق بين الإسلام والعلم وحقوق الإنسان والمفاهيم الكونية للعدالة الاجتماعية والمفاهيم الكونية يعني الديمقراطية مثلا. فصار في محاولة للتوفيق بين الإسلام وما بلغت إليه البشرية بالعقول والأفكار.
وهنا صار الابتعاد عنه جماعة العدل والإحسان، لأنه صرت تكتشف أمور جديدة تخالف نهج العدل والإحسان، مثلا موقف العدل والإحسان من المرأة، موقف العدل والإحسان من الخلافة على منهج النبوة، هم مصرين على الخلافة على منهج النبوة. فأنا ما صار عندي ما عاد عندي رغبة في خلافة، لأنه ما في تصور واحد للخلافة، وما في ما كانت في خلافة أصلا في أي وقت من الأزمان، ما في تصور واحد للحكم. كذلك موقفهم من المرأة، فما عاد عندي نفس الموقف من المرأة، وأنها لازم تكون في البيت، وأنها شقائق النساء، وأنها يعني تساعد الرجل. المرأة يعني صرت أنظر إليها ككائن مستقل مثلها مثل الرجل تماما. كذلك حقوق المثليين، حقوق الأقليات، حقوق حرية التعبير المطلقة تقريبا. فصار فيه تطور كثير، لكن كنت تقريبا مثل عدنان إبراهيم، نفس الأفكار تقريبا، بس أنا كنت أنظر لها بطريقة علمية، فأنتجت مفهوم يسمى الأنظمة الموازية. يعني الأنظمة الموازية كيف مثلا في دولة إسرائيل الآن ممكن المسلم يتزوج 4 نساء، والمحكمة الشرعية تزوجوا 4 نساء، ما في مشكل، في محاكم شرعية إسلامية في إسرائيل تزوج المسلم 4 نساء، بس البوليس يقبضوه عند الباب ويروحوه للسجن لأنه خالف القانون الجنائي. فهم ما يدخلوا في القانون الإسلامي، بس ممكن يعتقلوه ويروحوه للسجن لأنه خالف القانون الجنائي الذي لا يسمح بالتعدد. فإسرائيل حاولت توفق بين القوانين، هذا دل حاولت تعمل قوانين موازية، بس في نفس الوقت ما نجحت. فأنا كان تصوري أنه نحاول نديروا قوانين من أجل عيون المسلمين، نعملوا قوانين موازية، فاللي راح اللي حب يموت على شريعة الإسلام يتقسم إرتو على شريعة الإسلام، واللي حب يتقسم إرتو بالتساوي بين أبناء ويحب وبنات ويقسم إرتو بالتساوي بين أبناء وبناته، اللي حب يمشي للمسجد يروح للمسجد، واللي حب يروح للخمارة يروح للخمارة، اللي حب يتزوج على الطريقة الإسلامية أهلا وسهلا، واللي حب يتزوج على الطريقة المسيحية أهلا وسهلا، واللي حب يتزوج على الطريقة المدنية أهلا وسهلا، وكله يختار المقبرة اللي راح يدفن فيها، المقبرة اللي حب يدفن فيها. فحاولت أطور هذا المفهوم من داخل المنظومة الإسلامية، يعني لأنه مثلا الرسول لما كان في المدينة كانوا اليهود يدينون بدينهم، كان يحاكم اليهود إلى قوانينهم ويحاكم المسلمين إلى قوانينهم، والكفار كانت عندهم قوانينهم. فمحمد قبل أن ينتصر انتصار الكاسح الأخير كانت فيه نوع من الأنظمة الموازية ذي. فأنا حاولت أقول بأن حاولت أنظر للمفهوم ده ومشيت فيه كتير، ولكن حتى ينجح المفهوم ده كان لازم ننقص كتير مما هو قطعيات، مما يعتبره المسلمون قطعيات. مثلا مما يعتبره المسلمون قطعيات أو معلوم من الدين بالضرورة، قطعيات السارق، الحدود. فكان لازم نلقى تخريجة للحدود، ما يمكن نطبق الحدود في العصر ده حتى إذا سمحنا بالأنظمة الموازية، لأنها أنظمة همجية، ما يمكن نسمح بعودة العبودية، ما يمكن نسمح بعودة العبودية حتى إذا أردنا تطبيق الشريعة، حتى إذا سمحنا بتطبيق الشريعة الإسلامية، ما يمكن نسمح مثلا بزواج تعدد الزوجات بدون قيود أو شروط، ما يمكن نسمح بزواج بنت التاسعة، ما يمكن. حتى إذا أعطينا للمسلمين إمكانية تطبيق الشريعة فلازم تكون قيود، ما يمكن يتجاوزوها، يعني لازم نقبل بإسلام معين، إسلام مثلا إسلام عمرو خالد، لا إسلام عمرو خالد سيء، ممكن نقبل مثلا مثلا إسلام عدنان إبراهيم حتى أنه سيء أيضا، ممكن نقبل إسلام طارق رمضان، نحاول يعني إسلام يعني ما فيها قطع الرقاب على الردة، إسلام ما فيه قطع اليد على السارقة. بس بدي أسألك سعيد، أنت وعم تفكر بهالإسلام الإسلام الموازي ولا الأضلاع المتوازية، يعني كيف 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 كنت تشعر، يعني كنت تشعر إنه في شيء نقص، في شيء غلط أنا عم بحاول أبرر لنفسي أو شيء من القبيل؟ لا أبداً، أنا كنت أعتقد أن القرآن من كلام الله، كنت مؤمن تمام الإيمان، بس كنت أعتقد أن الإسلام والعقل ما انصدموا، ممكن التوفيق بين الإسلام والعقل، إذا كان كلام الله فهو نزل لقوم غير هذا القوم، فما ممكن كلام الله
يكون يهتم بالامور التفصيليه اللي كانت عند قريش. فما ممكن لما يقول الله والبغال والحمير اللي تركبوها، فهذا ما هو مقتصر على البغال والحمير، ممكن نعموا على الطياره والسياره والحافله، فهمت؟ فهو كان كلام يعني اعتقد انه كلام الله، كنت اعتقد انه كلام الله، بس فيه طريقه لاقلمته مع الزمن. وكلام الرسول ايضا كان، الرسول ما كان اصولي، ما كان قانوني، كان شخص امي. فلما يقول مثلا، لما يعطي رايه احيانا فهو يعطي رايه فقط كانسان، لان الرسول اخطا في امور كثيره اعطى رايه فيها وصوبوا له الصحابه، ومن بعد اعترف بانه كان مخطئ. انتم اعلموا بامر دنياكم. لما قالوا له لا انت ما تفهم في هذا الموضوع، قال وانتم اعلموا بامر دنياكم. او مثلا الرسول لما علي بن ابي طالب حب يتزوج بنت ابي جهل مع فاطمه كضره، فقال لهم لا والله لا يتزوج ابن ابي جهل بنت ابي رسول الله، ان اراد ابن ابي جهل ان يتزوج فاطمه ان يتزوج بنت ابي جهل فليطلق بنتي. اذا الرسول يخالف الدين هنا، الرسول يخالف الدين الذي جاء به. لماذا؟ لانه لا يتصرف كرسول، لانه يتصرف كاب. فهو هون رمى جبة الرسول وتصرف كأب، في أمور أخرى رمى جبة الرسول وتصرف كزوج، يعني زوج لازم يمارس الوصاية على زوجته، أو زوج لازم يقنع زوجته بطرق ملتوية، أو زوج لازم في طرق أخرى تصرف كزعيم قبيلة، في طرق أخرى تصرف كقائد سياسي. لا تشتروا سهام، لا تستعملوا سهام الروم. ليه لا تستعملوا سهام الروم؟ لان الاقتصاد راح يتحطم، اقتصاد قريش قائم على بيع السيوف والسهام، فاذا استعملوا في حروبهم سيوف الروم وسهامها فالاقتصاد راح يتدمر. امريكا ما تشتري السلاح من المانيا، امريكا تصنع سلاحها، المانيا ما تشتري سلاح من فرنسا، المانيا تستعمل سلاحها. فكذلك الرسول يتصرف كرئيس قبيله، ما راح يشتروا، ما راح يسمح لهم بشراء. هو لا يحرم شكل السيف الرومي او شكل الرمح الرومي، لا، هو عنده غيرة على، هو هدفه حماية الاقتصاد القرشي او اقتصاد الجزيرة العربية. فكنت احاول اجد توفيق لهذه الامور، يعني احاول توسيع مساحة الاجتهاد، وكما قلت عندي فيها اشياء جديدة ما شفتها من قبل عند اي واحد. يعني حاولت اصل الى خلاصات بنفسي، استخرجها من القران واستخرجها من السنه ومن خلال دراستي للقران والسنه، واستخرجها بنفسي وبحث طويل جدا. بس حصلت صدمه فيما بعد، الصدمه كانت لما درست التاريخ وحاولت ايجاد برهان تاريخي على صحه القران، فقط برهان واحد، فقط قصه واحده كانت كافيه لي لاعجاز العالم. معقول يعني سعيد؟ بصراحة يعني أنت فاجأتني، يعني هل من المعقول يعني أطباء وعلماء ودكاترة كلهم يثبتون آلاف البراهين أنه القرآن صح وفيه علم وفيه كل شيء، أنت لم تجد ولا دليل واحد؟ يعني أنا ما معنى إمائي، وهذا تدربت عليه من طرف المسلمين أنفسهم، خصوصا السلفيين يشجعون عن البحث عن الدليل بالعقل، ويقولون لا يجوز التقليد في الإيمان، فأنت لازم تكون مؤمن بنفسك وتجد الدليل بنفسك، خصوصا إذا كنت قادر على الاجتهاد. أما إذا كنت مقلد ولا تستطيع قراءة ولا تستطيع البحث فأنت معذور، لكن إذا باستطاعتك لازم عليك، واجب أكيد عليك أنك تبحث. فأنا كنت أبحث، أنا ما راح أصدق دكتور موريس بوكاي ولا ما عرفتش اسميتو، طبيب العائلة الملكية، ده مجرد كذاب دجال ببساطة. يعني لما تبحث تجد أنه مجرد دجال، كل أكاذيب، دكاترة آخرين كلهم كذابين، ما في أي دليل. فأنا رغم أنني كنت مسلم وغيور على الإسلام،
ما صدقت أدلتهم، كانت ضعيفة جدا، فرحت أبحث بنفسي. الأدلة الأقوى يعني أدلة اللي كان ما ممكن يكذبها أي حد في العالم إذا وجدتها، لأن العلماء لما تعطيهم دليل ما يكذبوا، ما هم مثل المسلمين يبدأون بالتلاعب بالكلام ويبدأون بالتلاعب. العلماء ما يفعلوا ذا، إذا في دليل وانتهى الأمر. فإذا أنا كنت أحاول أبحث عن سفينة نوح، إثبات قصة ذو القرنين، وإثبات قصة سليمان، واحدة من دول، ذو قصص كبيرة جدا، وقصة موسى أيضا، لأن قصة موسى فيها أمور كثيرة ممكن إثباتها، مثل مرحلة الخروج، مرحلة الخروج ممكن تخلي آثار، بس لي ما ممكن أبدا تحدث بدون أن تخلف آثار. ثلاث قصص كانت قوية جدا، هي قصة نوح، قصة سليمان، وقصة ذو القرنين. طبعا في قصص أخرى لكن ما عندها أصول أصلا، يعني ما فيها أي آثار، حاولت البحث فيها لكن ما فيها أي نقطة بداية. رأس الخيط نسميه بالمغربية، ما ممكن تلقى رأس الخيط مين تبدأ، مثل قصة عاد، قصة تامود، قصة قوم لوط، قصة دي ما ممكن، ما عندك نقطة بداية. بس قصة نوح، قصة سليمان، قصة ذو القرنين ممكن تلقى فيها نقطة بداية، وفي الأخير ممكن تكذب القصة أو تصدقها. فرحت أبحث في القصص دي، فكانت صدمة في البداية، لم تكن صدمة، كان فرح في البداية، لأنني ظننت أنني اكتشفت، لما درست التاريخ المصري ظننت أنني اكتشفت نقاط تلاقي، لأن قصة سليمان تكاد تنطبق على قصة أخناتون، أو قصة داود تكاد تنطبق على قصة أبو أخناتون أو أخناتون نفسه. المهم أخناتون وابنه في تشابه كتير بين قصة أخناتون وابنه وقصة سليمان، تشابه كتير جدا، حتى أن المعبد الوحيد الموجود الآن في العالم هو معبد أخناتون، ما في معابد أخرى تشبه معبد سليمان أكثر من معبد أخناتون في مصر. حتى الكرسي، كرسي سليمان اللي تكلموا عليه، راه كرسي ديال كرسي ذهب وجدوه في مقبرة أخناتون، ابن توت عنخ آمون. يعني في تشابه كثير جدا بين القصص، حتى ما يسمى بتابوت العهد فيه نسخة طبق الأصل موجودة الآن في ممتلكات توت عنخ آمون. فظننت أن الأمر فيه ممكن فيه، والأسينيين اللي كانوا في القدس، الأسينيين اللي كانوا نواحي القدس، هناك رابط قوي بينهم وبين أخناتون، يعني نظرية قوية، أنا أعتبرها نظرية قوية بناء على الدراسات الخاصة دي، ربما العلماء يعتبروها نظرية ضعيفة، بس أنا أعتبرها نظرية قوية تربط أخناتون بالأسينيين. والموضوع ده يحتاج بحث، لأنه ما عندنا وسائل كثيرة، ولأن اليهود الآن هم مسيطرين على التاريخ، لا أقول اليهود بس التراث اليهودي أو النظرية الإسرائيلية، نظرية الدين اليهودي مسيطرة على التاريخ في العالم، حتى أنهم يقسموا الإنسان إلى سامي وحامي، والنظرية دي كلها نظريات مأخوذة من التراث اليهودي ومسيطرة جدا. بس أنا اكتشفت بنفسي أن اليهود غاطين في تاريخ موسى ب150 سنة. موسى كان، أنا وجدت ما في فراعين كثير، في فرعون واحد، شبرعون، فرعون، برعون، حسب الروايات هو شخص واحد عاش في 1550 مباشرة قبل خروج هكسوس من مصر، 1550 أو 1560 قبل الميلاد. بس اليهود يدعون أن موسى كان في 1400 بناء على حسابات تاريخية. اليهود عندهم أخطاء كثيرة في الحسابات التاريخية، فهم أيضا إذا كانوا غالطين في موسى اللي هو سيد أنبيائهم ب150 سنة، فعلى الأقل يكونوا غالطين في سليمان وداود ب200 أو 100 سنة على الأقل في كل واحد فيهم. واليهود ما وجدوا أي شيء، هم مثل المسلمين أيضا، مثل المسلمين يحاولون تلفيق الأدلة، بس دائما يلفقون دليل ويتوقفون، يعني ما يجدوا دليل ثاني، لأنك ممكن تلفق دليل واحد، ممكن تلفق اثنين إذا كنت شاطر، بس ثلاثة كتير عليك، يعني صعب تلفق أدلة في التاريخ، صعب تلفق أدلة كثيرة. فاليهود الآن حاولوا أسوا الرواية، أنا متابع، كنت متابع المجلات المتخصصة
في علم الآثار اليهودي، عندهم علاقة بالإنجيل واليهود والعهد القديم والعهد الجديد. دائما أجد تلفيق استمر في البحث في القصة، وبعد سنة أو بعد 6 شهور أجد القصة ماتت، وكأنهم يخلقوا بها البوز الإعلامي وانتهى الأمر. فما في دليل قوي. انصدمت، حاولت أوفق. لما حاولت أوفق كما حكيت لك من قبل، ما نمت لمدة تقريبا 7 أيام، لأنه كانت واحد درجة كبيرة جدا من 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 الوعي، درجة وعي كبيرة تفوق الوعي البشري العادي، وده خلاني نكتشف إن نفترض فرضيات كثيرة، فرضيات تؤسس لنظريات. الفرضيات دي كانت كثيرة جدا، وما كان ممكن التحقق منها بسبعة أيام أو يوم واحد، أو كان لازم تكتبها وترجع وتتحقق منها بالوحدة بالوحدة بالوحدة. فحطيت الفرضيات دي، بعد أسبوع كنت مضطر أتناول الدواء حتى أنام، لأنه ما نمت، وصرت عرفت أنني إذا استمريت على الحال ده راح أصير في داهية، فلازم أتوقف. لما توقفت بالدواء وقمت توقفت عن البحث في الموضوع قليلا، فقط حتى استعيد، لأنه دائما أؤمن أنا بمسألة الوقت مهم في تطوير الأفكار، لأن دماغنا يعمل بالبيولوجيا، يعمل بمفاهيم بيولوجية وليس مفاهيم إلكترونية مثل الحاسوب ممكن تغير كل شيء فيه، ممكن تفرمت في ساعة. لا، الدماغ البشري ما ممكن تفرمته في ساعة، ما ممكن ترقيه في ساعة، لازم وقت طويل حتى تموت الخلايا القديمة وتنمو خلايا جديدة. الخلايا الجديدة تستوعب أفكار جديدة، أنت ما ممكن تغرس أفكار جديدة في خلايا مليئة بالأفكار القديمة. إذن لذا أنا أعتقد أن أي واحد يمر من الإيمان إلى الشك أو من الشك إلى الإيمان، إذا كان مرور سريع فأكيد يمر من درجة حمق كامل، لأنه يعيش تناقض بين الأفكار نتاعو، تناقض كبير. أنت عندك فكرة هنا مغروسة، لازم كل صباح تقول الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والفكرة الأخرى هنا تقول ما في إله مثلا، أو الإله، وفكرة هنا تقول الشمس تغرب في عين حامئة، أو فكرة أخرى تقول لك، فهمت؟ أعطيت فقط أمثلة أفكار متناقضة جدا تعيش في نفس الدماغ. ما تقوليش ما أنتش أحمق، أنت أكيد أحمق. قلت أكيد أخي سعيد، أنا أضم صوتي لصوتك بصراحة، يعني مستحيل إنه الإنسان ينتقل من مرحلة لمرحلة فجأة، يعني إلا لازم يمر بمراحل طويلة، وخصوصا مسألة الإيمان. يعني مسألة الإيمان شغلة كتير كبيرة. نبينا سامي الذئب قال إنه يعني الله، كان زوجتي عم تقول لي في حي بالسويد كله مسلمين، فالبنت بنات الصوماليين بعمر الروضة، عمر 3 سنين و4 سنين، لبسون الخمار هذا. فبالبرمجة يعني هاي لا تكبر يصير عمرها 20 سنة، أكيد الخمار راح يكون جزء من شخصية، تمام، ما بتقدر بيوم يومين 3 و10 و20 تتخلى عنه. ممكن إحنا للأسف ده هو الموضوع اللي أنا حاول أشتغل عليه في المستقبل، كيف دماغ البشري يتأقلم مع البيئة أو كيف ينفعل مع البيئة، يعني خصوصا في مسألة الأديان والمعتقدات يعني أكيد فيه مواضيع، بس كيف المواضيع دي نربطها بالأمور الدينية والمعتقدات. العلماء الآن ما يحبوا يركزوا على الأديان والمعتقدات في دراساتهم. ليه؟ لأنهم يعتقدوا ده علينا احترام جميع الأديان، وده شخصي، اختيارات شخصية ودي. بس لما الإنسان يتم إقناعه، لأنك إذا ذبحت إنسان آخر راح تروح للجنة، ده خطير جدا. لما الإنسان يكون مقتنع تمام الاقتناع أنه إذا كلما فجر أكثر عدد من الناس الذين ليسوا على دينه، كلما كان أقرب إلى رسول الله أو إلى الله أو إلى شيء، كلما كان أفضل، يعني ده مرض خطير. ده هو الاسم. شو مشكلة الزومبي؟ إحنا نشوف الزومبي في الأفلام، شو مشكلتهم؟ ما هم إنسان بشر، شو مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم ما عادوا
يفكروا بطريقه سليمه وانتهى الموضوع. ما عادوا يعرفوا ان اللحم البشري لا يؤكل، ما عادوا يفهموا انه لازم تحترم اذا شخص مار من هنا مر انت من هون مثلا، يعني ما عاد عندهم التفكير البسيط، ما عادوا عارفين انفسهم مين هم. المسلم ما يعود عنده شعور بشخصيته، المسلم يعود يعتبر نفسه عبد من عباد الله، ما هو شخص، ما عنده إرادة، وأنه رهينة. أنت رهينة، أنت رهينة الله، والله حب يروحك للجنة يروحك، حب يروحك للنار للنار يروحك للنار مهما فعلت في حياتك، فقط حاول أن تكون مطيع لله. مين ده؟ أسلوب مين ده؟ أسلوب المختطفين. المختطف يتلاعب بمشاعر الرهينة ويحاول أن يجعلها يعني غير واثقة من نفسها، يدخل الحيرة إلى فإحنا ممكن نقتلك ممكن نحييك، وده راجع بناء على تصرفاتك، بس ممكن رغم أن تصرفاتك حلوة ممكن نقتلك. يعني يتلاعب بالإنسان إلى أقصى درجة. الله ممكن يسيفتك الجنة، ممكن يسيفتك للنار بناء على عملك، بس ممكن يكون عملك كويس ويسيفتك للنار. بالضبط، وصف رائع أخي سعيد، وصف رائع. يعني مخطط يعني الإنسان يصبح مريض نفسيا، التدين هو مرض نفسي، بس ومرض نفسي، نعم ومرض نفسي خطير. لا إيه، مثلا أنا ما عندي مشكل مع الصوفية، أنا كنت في جماعة صوفية، العدل والإحسان جماعة صوفية وجماعة سياسية في نفس الوقت، فأنا ما عندي مشكل معهم في الشق الصوفي ديال يعبدوا الحجارة، ما في مشكل، يعبدوا عبد السلام ياسين ويعتقدوا أنه أفضل من رسول الله، ما في مشكل، يعتقدوا أن عبد السلام ياسين يطير بدون أجنحة، ما في مشكل، الحقهم. في ناس يعتقدوا بابا نوال يجول الأرض في ليلة واحدة، ما في مشكل. إذا عبد السلام ياسين كان يصعد للسماء ما في مشكل. إذا كانوا يعتقدوا أن أنفسهم هي العدو اللدود، ما في مشكل. حبوا يعتقدوا بوجود شيطان هو الذي يفتعل المشاكل، ما في مشكل. بس المشكل لما شخص يعتقد أنه عنده الحق يقتل آخرين لأنهم لا يعتقدون ما يعتقد. ده ما عاد فقط مرض نفسي، ده عاد مرض نفسي يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، ده لازم يروح للمستشفى. ما ممكن الآن أنا هنا في أمريكا لما أروح للمستشفى يعطوك قائمة أسئلة، هل تفكر في إيذاء نفسك أو في إيذاء الآخرين؟ إذا كنت تفكر في إيذاء نفسك أو إيذاء الآخرين، يعني تفجير نفسك أو تفجير حد آخر، تروح للمستشفى، ما في نقاش، لازم تروح للمستشفى فورا. إذا كنت تؤذي أهلك لازم تروح للمستشفى. فإذا العالم يجمع على كل من يفكر في إيذاء نفسه أو في إيذاء الآخرين هو مريض نفسانيا، ودرجة مرض حاد ليس مرض عادي. فكيف نعتبر المؤمن سوي؟ المؤمن اللي يفكر في تفجير الآخرين، أنا ما أتكلم، بس المشكل ممكن يكون أقوى من ده. الإيمان ما ممكن يكون فقط مرض، بل وباء لما يكون قابل للعدوى، لما يكون قابل للعدوى. فالمؤمن ممكن يعدي آخرين بنقل الإيمان إليهم، طبعا إذا كان صوفي ما في مشكل، إذا كان سلفي سلمي، يعني سلفي ما رغم أن السلفيين يربون أيضا على الكراهية، والكراهية تسبب يعني تسهل على الإنسان أن يصاب بعدوى الإرهاب. ففي سلفيين ضد الإرهاب لكن يقول لك اليهود أعداء الله والنصارى أعداء الله، بس إحنا ما نقتلهم، ربي راح ينتقم منهم. فدول ما هم مشكل في حد ذاتهم، بس هم مشكل لأنهم يؤسسون للإرهاب. فإذا في الصوفية ما معي مشكل مع الإسلام السياسي الذي يؤمن بالديمقراطية مرحليا، يؤمنون بالديمقراطية لينقلبوا عليها، ده نقاش سياسي. ممكن تصنيفهم
مرض إذا قمنا بتصنيف الفاشية كمرض يجب مساواتهم بالفاشية، إذا قمنا بتصنيف النازية كمرض يجب مساواتهم بالنازية. لكن الآن بما أن النازية والفاشية لم يتم تصنيفها كأمراض بل كمناهج سياسية متطرفة، فراح نصنفهم كمثل. فإذا ما ممكن نعتبر الإسلام السياسي مرض، ما ممكن نعتبر الإسلام الصوفي مرض خطير، يعني مرض خطير ما ممكن نعتبره مرض خطير أو وباء خطير. بس الفكر الديني التقليدي، ما هو الفكر الشعبي؟ الإسلام الشعبي ما معنى، ما عندنا مشكلة مع الإسلام الشعبي، يصلي يوم الجمعة ويوم السبت يروح للسهرة، يصوم رمضان ويسكر بس يخلي 40 في شعبان ما يسكر، وفي رمضان ما يسكر، ويوم العيد يعيد بالشرار طبعا، يعيد بالخمر، أو مثلا يروح للحج ويروح لسيدي بوجميرة ولا سيدي بودحيشة، يعني ولي من أولياء الله الصالحين الأموات مثلا، أو يعني إسلام شعبي، يعني ما يضر الآخرين. ده ما عندنا معاه مشكل، لأنه ما لا يعتقد بوجوب قتل الآخرين. بس اللي عندنا معاه مشكل بالضبط هو الإسلام المؤسس على التراث التقليدي. ده إنسان قابل ليصبح انفجاري بين يوم وآخر، يعني ممكن يتحول إلى انفجاري فقط لأن شرطة السير أعطاته تيكيت، فقط ممكن فقط شرطي يعطيه تيكيت ترافيك تيكيت، ممكن يقول هذا عدو الله ويقتله فقط لأنه غضب، لأنه جاهز لأن يتحول من إنسان إلى زومبي. يعني كله مغروس، يعني يحتاج فقط التريجر. كيف نشوف مثلا أنه في أفلام الخيال العلمي أن المخابرات تأخذ شخص وتنومه مغناطيسيا وتزرع في دماغه أفكار كثيرة، وفي كلمة لإيقاظ الشخص، يعني كلمة لتفعيله، activating this person. So same like Islam is the same. انت مغروس افكار كثيره في عقلك، بس انت انسان يعني حابب تستمر عيش طبيعي، بس ممكن لحظه واحده خصام مع زوجتك، خصام مع شرطي، خصام مع جار يهودي، خصام مع جار نصراني، او مات لك شخص من العائله حبيب عزيز، ممكن تتحول الى قنبله. لان ده يعني يفعل بعض الخلايا في دماغك ويفعل يعني مثل إطلاق شرارة تفاعل كيميائي. كان لازم مادة تضاف إلى الخليط ويتحول إلى خليط متفجر. فأنا قلت أن الإسلام التقليدي المبني على التراث الفقهي هو إسلام خطير جدا، وهو عدوان، وهو وباء يجب اعتباره كمرض. أعتقد هذا، أعتقد أنه يجب اعتباره كمرض، ويجب إخضاع جميع المسلمين الذين يرغبون بالهجرة إلى دول ديمقراطية آمنة، يجب إخضاعهم لفحص السلامة من المرض. يعني وإذا فيه بوادر المرض لازم يروحوا يعملوا تلقيح. أوكي، برأيك يا سعيد، هي أنا عجبتني بصراحة، يعني شو هو الفحص السلام من المرض؟ يعني برأيك أنت شو ممكن كيفية الفحص؟ يعني هل نأخذ عينة من دمه يعني مثلاً ولا شو؟ لا، ده أنا أعمل على المشروع ده. ده راح الكتاب الذي سيؤلف ولم ينشر. ده الكتاب المستقبلي الذي سيؤلف ولم ينشر، وهو دليل يعني دليل فحص أو لا دليل دليل الوقاية من أو دليل التعرف على الإرهابي المحتمل. فالإرهابي المحتمل هو شخص مثلا يؤمن بأن بالولاء والبراء، أي شخص مقتنع بفكرة الولاء والبراء ده مشروع إرهابي، ما في نقاش. أي شخص يعيش ازدواجية لكن غير مقتنع بها. فأي شخص اليوم لابس الجلباب ويخبر الناس انتم لازم تتوبوا لازم تصلوا،
والغد عنده تلقاه في البار يسكر. ده عنده انا اعتبره من اعراض انفصام الشخصيه اللي ممكن تؤدي الى انه يتحول الى شخصيه متطرفه خاطئه، لانه ده لا زال في مرحله هو حامل للفيروس. بس ما عرفنا هل سيهزم الفيروس ام الفيروس سيهزمه. اشخاص مثلا اللي يروحوا في جماعه العدل والاحسان اللي كنت فيها لمده 10 سنين او 15 سنه، دول امنين تماما، دول ما راح يكونوا ابدا ارهابيين. ليه؟ لانهم تم تلقيحهم في تلك الجماعه. صحيح انهم مخرفين، صحيح انهم ممكن يكونوا من الاسلام السياسي واعداء للديمقراطيه، بس ما راح ابدا يفجروا انفسهم. ده موضوع اخر، موضوع الخطر على الديمقراطيه موضوع اخر. انا اتكلم الخطر على السلم العام ولا اتكلم عن الخطر على الديمقراطيه. في اسلاميين كثير خطر على السلم العام، بس ما خطر على الديمقراطيه، بس ما هم خطر على السلم العام، ما هم ارهابيين محتملين. بس فيه ناس خطر على السلم العام واكيد خطر على الديمقراطيه. اي شخص يؤمن بحاكميه الله، اي شخص يؤمن بحاكميه الله، فحتى اذا قال الان انا اقبل بشرع هذه الدوله، اقبل بالقانون المدني، وانا اقبل، فهو يقول، فهو يؤمن بمبدا للضرورة احكام. واليوم اللي راح يتقوى راح يكون خطر على السلم. في مسلمين كثير الان في الدول الاوروبيه وحتى في امريكا هم خلايا نائمه، خلايا ارهابيه نائمه، الان يؤمنون بالديمقراطيه، سلام في خير، احنا بخير. بس يوم تصبح نسبه المسلمين هناك 15% او 16% او 17%، المهم الكتله الحرجه، لا اعرف بالضبط الكتله الحرجه في هذا المجال ما هي، لما يوصلوا الكتله الحرجه راح يبداوا يفيقوا من السبات ويتعاملوا بشخصيتهم الحقيقيه. لان ده الخطير في الاسلام، الخطير في الاسلام هو التكيف، لانها مأخوذة من سيرة محمد رسول الله. محمد لما كان في مكة كان كويس كيوت، لما راح المدينة أصبح شخص ثاني تماما لما تقوى. فالمسلمين يؤمنون باتباع سيرة محمد ويفعلون المثل تماما. شفت دليل في أوروبا ينظر الآن للإسلام كيوت، اسمه أشهر أعلامكم في أوروبا، مثلا طارق رمضان راح يولي نسخه من اي عالم تشوفونه في افريقيا. ليه ما عندنا امثال طارق رمضان في الدول الاسلاميه؟ ليه ما راح يقبلهم الشعب؟ طارق رمضان اذا الان طارق رمضان نزل الى دوله مثل السودان او مصر وتكلم بلغتهم لهجتهم يعني وعرفوه جيدا شو يقول، اذا تكلم بالفرنسيه راح يوديهم في غلط، ما راح يفهموا. اذا تكلم باللغه العربيه ما راح يفهموا، لاننا احنا ما نتكلم عن المثقفين، احنا نتكلم عن الشعب. اذا تكلم بلغه الشعب راح يرجموه بالحجار. شفت؟ بكل تاكيد اخي سعيد، خلينا نروح مراحل الشك اللي بدات فيها. كيف بدأت مرحلة الشك وشو الأسئلة اللي طرحت عليك؟ كيف تعاملت مع هالأسئلة هاي؟ تفضل. الأسئلة كانت كثيرة منذ الصغر، كثير بزاف، كثير كثير جدا جدا. أنا مثلا كنت لما يقولوا لي مثلا الكفار وأولادهم في النار، الرسول قال ده، قال مرة يقول أولاد الكفار في الجنة ومرة يقول أولاد الكفار في النار. فالفقهاء طبعا يحاولوا التوفيق بين الحديثين، ده الناسخ وده المنسوخ وده أولاد في كذا وده في كذا، ويحاولوا يستعملوا ما يسمى بالقواعد الأصولية. بس أنا ما كان ده همي، أنا كان همي ليه يروحوا النار أو ليه يروحوا الجنة. فإذا كان أولاد الكفار في الجنة فأكيد أولاد المسلمين راح يكونوا في الجنة أيضا،
والا هناك تمييز. طبعا هناك تمييز، اذا يقول لي اولاد الكفار في النار، ليه؟ شو عملوا؟ ما عندهم ذنب. فاذا دا يطرح سؤال على مبدا العداله الالهيه. انت تقول لي ده اله جاهل، ما في مشكل. اذا تقول لي ده الله اله بلطجي، اذا ما عندي مشكل لو قلت اله بلطجي. بس انت تقول لي الله اله عادل، اذا ما ممكن يكون عادل ويعذب ناس ما عملوا شيء. ما ممكن يكون اله عادل ويصيب يرسل ناس للنار ما وصلتهم الرساله. بس اخرين يقولوا لا، لو ما وصلتهم الرساله يروحوا الجنه. اذا ليه دول صايب يرسلهم الرساله؟ ليه حدهم وحش كذا؟ ليه جاتهم الرساله؟ لو كان ما جاتهم رساله كانوا راحوا كلهم للجنه. اذا ليش جاتهم رساله؟ اذا اليهود ما هم شعب الله المختار، هم شعب الله المكروه لانه جاتهم الرساله وراح يروح نصفهم للنار. المسلمين شعب الله مكروه لانه جاتهم الرساله وراح يروح نصفهم للنار. بس الناس اللي ما جاتهم رساله راح يروحوا كلهم للجنه. ده تناقض. كيف يكون ده عدل الهي مثلا؟ او لا مثلا امور اخرى، مثلا العبوديه، مساله العبوديه دائما كان يطرح عندي سؤال. الله يشرع للعبيد وللاحرار، ده ما هو ده؟ ده ما هو اله قادر؟ ده انت خلقت عبيد واحرار، ليه ما خلقت العبيد بيدين حتى نتعرف عليهم؟ ليه؟ وخلق العبيد عندهم ديل طويل حتى نعرف ده عبد وده حر. انت لما تصنف لطبقات، دي طبقة الأحرار ده قانونهم، ودي طبقة العبيد ده قانونهم، اذا انت تقر شرع لم تشرعه انت يا رب، شرعه الناس وانت اقررتهم عليه. فلما تقول لي مثلا قريش، الحكم لقريش، ليه قريش؟ الرسول ده قول الرسول ان قريش لا يمكن ان يستقيم الحكم الا اذا كان الحاكم من قريش. ليه قريش؟ هو ربي من حاز لقريش، هو ابوه قرشي، هو عم قرشي. ممكن اذا كان ربي قرشي ما في مشكل، بس اذا كان رب العالمين ما ممكن يفضل قريش على بقيه العالمين. يعني هي اسئله المؤمن يمر عليها مرور الكرام، بس مو انا ما كنت امر عليها مرور الكرام. مساله الاجماع مثلا، لما تقول لي الاجماع فرض، الاجماع مصدر من مصادر التشريع، كيف يكون الاجماع مصدر من مصادر التشريع؟ اذا كان اجماع على دليل، يعني اذا كان دليل والناس اجتمعت عليه فالدليل هو المصدر، ما هو الاجماع؟ اذا كانوا اجتمعوا على ضلاله فليه يكون اجماعهم حجه؟ فهمت؟ فاذا انا ما كنت اتقبل مساله ادراج الاجماع بين مصادر التشريع الإسلام. يعني بس دائما كنت في فخ. الأديان كلها فيها فخ. شو الفخ؟ ما لازم تفكر أن الإيمان شيء سيء. إذا فكرت أن الإيمان شيء سيء فهو شيء سيء. أسلوب المختطفين تماما. انت اذا فقط فكرت ان الايمان شيء سيء فانت سيء. فانت دائما لازم تغدي. فانا تفرجت في فيلم امس وهي حكمه قديمه، فيه كل انسان في جواته اثنين ذئاب، ذيب الخير وذيب الشر. ايتش وان which one راح ينتصر، ديب الخير او ديب الشر؟ ده السؤال. اين ديب راح ينتصر في الانسان؟ كل انسان في جواته ديبين، اين ديب راح ينتصر؟ للطعم اكثر، لتوكلوا اكثر. احنا كنا نوكل الايمان صباح مساء. انت تبات تصلي حتى ما يهرب الايمان،
تصدق حتى ما يهرب الإيمان، تدعي الله في كل صلاة مئات المرات حتى ما يهرب الإيمان، تقرأ القرآن حتى ما يهرب الإيمان، أنت حياتك كلها خايف لا يهرب الإيمان، خايف من أجمل شيء ممكن يحدث في حياتك. جميل التعبير، جميل، خايف لا يحدث أجمل شيء في حياتك هو يهرب الإيمان. وذكرتني هنا أخي سعيد لما المسلم بكل صلاة اللهم كيف، اللهم متني على دينك، ولا تضعف إيماني، وهل في أدعية كثير من هالقبيل هذا بصراحة. نعم نعم ف ف ف ف انت انا مثلا اعرف اشخاص تروح زوجته عند امها فقط ساعه او ساعتين في المساء يعملوا معركه، كلما راحت زوجته عند امها في المساء لازم تكون معركه، ده تاثير امها، ده فقط تاثير امها في البنت. او في ناس اخرين تروح زوجته عند الجارة لازم يعملوا معركة في المساء، لأن الزوجة دائما عندها أفكار، وده فقط ما هو خاص بالمرأة، خاص بالرجال أيضا. فيه رجال كتير يروح يشرب خمر ويجلس مع أصحابه ويشوف نساء ويشوف أصحابه كيف عايشين حياتهم ويتفكر حياته النكدة، ففي المساء يرجع زوجته يعني معركة. فإحنا المجتمع يؤثر علينا بطريقة كتير 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 قوية، الحديث حديث شخص آخر يؤثر عليك، رؤية ممكن تكون متزوج امرأة في المستوى يعني وتشوف شخص آخر متزوج امرأة أحسن من امرأتك فتحس إحساس سيء وتعمل معركة مع امرأتك. ده إحنا بشر، إحنا حيوانات، إحنا مو فقط بشر، إحنا حيوانات نتكلم ببساطة. تعتقد أننا حيوانات مفكرة؟ لا، إحنا ما نفكر، قليل من يفكر، إحنا فقط حيوانات ناطقة فقط، نتأثر بكلام الآخرين، نتأثر بكلامنا عن أنفسنا. أنت إذا قمت كل صباح أمام المرآة، دي يعملوها مدربي التنمية البشرية، مدربي التنمية البشرية يقول لك قم كل صباح أمام المرآة وقل أنا عظيم، أنا راح أكون عظيم، وراح تكون عظيم. لو فقط تكلمت أمام المرآة، تخيل لو تتكلم أمام الله صباح مساء. عجبتني هاي أصحاب التنمية البشرية، يعني لا 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 تنمية الخرافة يعني العميقة. في كتير ناس بصراحة يعني خصوصا بالعالم العربي أصحاب التنمية البشرية يعني. بس فيها شيء من الصواب، كلام الإنسان مع نفسه يرفع معنوياته. لا أنا لا أتحدث عن الناحية النفسية هي ولكن في كان رمز من رموز التنمية البشرية بمصر، هلا تذكرته أنا هذه الفقي، الفقي أتذكر الفقي، ذو مخرفين، ذو مخرفين. في أشياء بسيطة صح، 5% 6% بس يبنيوا عليها أكاذيب وخرافات وكذا. فقلت أن الإنسان لما يخاطب نفسه هو يأثر في نفسه، فكيف لو كان يعتقد أنه يخاطب الله، هو يعتقد نفسه أن الله يحميه على الإيمان. فأنت تخيل لو بنت صغيرة تزوجت بها أمها، أوكي، أو اختطفها شخص من أمها أو أبيها ورباها في بيته، وكان كل يوم يحذرها عندك الشخص ده حابب يختطفك، ده المختطف عمل راسه الأب الحقيقي ويحذر البنت الصغيرة المختطفة أن الناس دول حابين يختطفوك، والبنت كلما تشوف الناس دول تشوفهم ينظروا لها نظرة غريبة وحابين يتكلموا معاها، فتعتقد فعلا أن الناس دول حابين يختطفوني. أفهم؟ فهي فاقتنعت بكلام المختطف وعندها أدلة على أن الناس دول حابين يختطفوها، ودخلت في لوب يعني سايكل، فما حدا راح ينتزع الفكرة من 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 وحتى أنها صارت تشوفهم في أحلامها
ولما صارت تشوفهم في أحلامها اعتقدت أن الله أرسلها رسالة يحذرها من هذا المختطفين. ما اعتقدت أنها فقط لأنها تخاف منهم اختطفوها، شافتهم في أحلامها، فهي تعتقد أن الله يرسل لها رسالة وأن المسيح نفسه يرعاها حتى ما يختطفوها. شفت؟ فأنت تنغرس فكرة، الناس يغرسوا فكرة في دماغك، والفكرة دي تسيطر عليك حتى أنك تولي تخاف تفكر في غيرها. قل لي، عندكم الصرصور في بلادكم؟ الصرصور طبعا اكيد. النساء يخافوا من النساء، النساء يخافوا من الصرصور بشكل عجيب، مثل 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 وجدي غنيمني ابدا. اوكي، فانت المراه حتى لو علمتها، اعطيتها 10 كتب عن عدم الخوف من الصراصير، الصراصير غير مؤذيه، راح تخاف من الصرصور، لان الامر ده انغرس في دماغها. ومو لجيل فقط، لأجيال. الصرصور عندنا عند المسلمين هو الكفر، أو هو تكون يهودي، أو هو الإلحاد، أو هو تكون ما أنت مسلم. إذا ما كنت مسلم راح تأكلك الصراصير، فهمت؟ فده انغرس. الناس يعتقدوا أن التطور يأخذ ملايير السنين. التطور أحيانا يأخذ فقط 1000 سنة أو 100 سنين. التطور احيانا، هناك طفرات في التطور تاخذ فقط 100 سنين. فانت لما ابوك انغرست في جينات الخوف من الالحاد، امك انغرست في جينات الخوف من الالحاد، جدك، جد ابوك، جد جدك، قبيلتكم، انت جيناتك عاد فيها خوف من الالحاد بحجم كبير جدا، مغروس في الجينات. أكيد العلماء ما اكتشفوه كيف يشوفوه في الجينات، بس أنا متأكد أنه راح يكون في الجينات، بس العلم ما وصل لها أبعد. فأنت لما تكون في قبيلة هندية مثلا، الإنسان من صغره لما تتختن، أنت لما تتختن صرت مسلم، فهمت؟ حتى إذا حبيت ما تكون مسلم راح النساء يتمسخوا منك، راح تروح للمسبح يشوفوك أقرانك مختن، راح يقولوا عنك مسلم، وراح تكره اليهود، راح تروح مع اليهود يختنوا أيضا. أنا ما بعدل على هذا التشبيه، لأن اليهود أيضا مختنين، ما في مشكلة. فأنت ما عندك مشكلة تسبح مع اليهود، أنت مختن، هم مختنين، ممكن تندمج معاهم، بس إذا رحت عند الهنود الحمر واغتسلت معاهم في مكان واحد راح تكره الهنود الحمر وراح يكرهوك. إذا كانوا الهنود الحمر هم الإلحاد راح تكره الإلحاد، لأنه تم تصنيفك، فهمت؟ فأنت تعرضت فأنت تزداد كراهية لهذا الأشخاص. أنا مثلا تعرضت لمضايقات كثيرة من الملحدين، ومضايقات كثيرة من اللادينيين، ومضايقات كثيرة من اليسار، فقط لأنني كنت أحاول إيجاد طريقي بنفسي. أنا ما نسرع اليوم، أنا توضع عني مسلم سني، غدا حيد التيكيت وضع مسلم شيعي، الغد حيد التيكيت وضع ملحد، الغد حيد التيكيت وضع ربوبي، لا، ما أنا سرعة. ما إذا أنت حبيت تكون سرعة من حقك، بس أنا مو سرعة. أنا ما أسمح للمجتمع يعدلني بناء على قناعات المجتمع. أنا إذا اليوم صرحت أنني ملحد، غدا لما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت ملحد وانت شغل امك، فهمت؟ بالضبط. فالناس تصنفك، الناس تحب تعطيك تيكيت حتى يكون يميزك. الناس ما كانوا يوضعوا عندك الوان، لذا الهنود الحمر كانوا يوضعوا الوان والبسه محدده حتى يعرف ده من قبيلتي، لا ده مش من قبيلتي. والمسلمين ايضا، ليه الرسول يقول لهم لا تتشبهوا بالنصارى حتى يعرفهم مين المسلمين ومين النصارى؟ حتى ما يخطب في الجمع الخطأ، تخيل محمد يخطب في الجمع الخطأ؟ إذا محمد يخطب بين الجمع الخطأ راح يقولوا له كذاب، بس إذا خطب بين الصحابة راح يقولوا له
صلى الله عليك وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فهمت؟ فعادت وضع التيكيتا دي لابل، وعادت وضع اللابل هي أداة من أدوات التحكم في البشر. لذا فأنا صرت أكره وضع لابل على نفسي. شو تصنيفك؟ ما عندي تصنيف أخي، ما عندي تصنيف. لذلك أخي أنا بصراحة عموما أنا بالبرنامج هذا بحط العنوان الملحد المغربي أو الملحد السوري، وجيت عن سعيد بن جبلي حطيت لقاء مع سعيد بن جبلي فقط، يعني لأنه أنا ما عارف نفسي شو، فهمت؟ أنا أبحث عن الحقيقة، ممكن اليوم بان لي رأي والغد بان لي رأي، فتخيل إذا صنفت نفسي ملحد اليوم والغد اكتشفت نفسي سفينة صنفت لك اليوم صنفت نفسي ملحد ولقد اكتشفت سفينة نوح. لا دي ما سفينة نوح، ليه أقول ما سفينة نوح؟ فقط لأنني صنفت نفسي ملحد وراح أفقد جميع الزبناء الملحدين. زبناء يعني الناس اللي يعملوا لي لايكات وجيم على صفحتي، فهمت؟ هي مصيبة واحد يفقد اللايكات والشير يعني. لا أنا ما عندي مشكلة أفقدهم، اوكي انا كان ممكن اربح لايكات كثير من المسلمين لو مشيت على طريقهم، كان ممكن اكون قيادي كبير في جماعه العدل والاحسان، كان عندي افق كبير، بس انا اخترت حريتي، انا ما ابيع اي شيء من اجل منصب او من اجل تصنيف او من فما بالك بلايك وجيم وشير، ما ابيع حريتي ولو بالملايين. حتى الشغل اللي أشتغل ما أشتغل مع شركات كبرى. الآن أنا في شغلي أروح للشغل ومعي لابتوب ومعي أوراق ومعي كاس شاي وكاس قهوة، وأعمل الشاي هناك وأعمل القهوة هناك، يعني أشتغل وكأنني أنا الرئيس. لما يكون عندي شغل أعمل شغل، ما عندي شغل أكتب في الفيسبوك، أكتب شيء، أقرأ شيء، مع العلم أنني ممكن أربح أضعاف المبلغ ده إذا اشتغلت شغل آخر، بس أنا حابب الشغل ده لأنني أنا الرئيس، ما عندي رئيس. اشتغلت مع دال، شركة دال هي شركة كبرى، وقدمت استقالتي. فالحرية هي أغلى ما يملك الإنسان، فليه نضيعها بوضع اللابلات علينا؟ لما توضع لابل أنت شخص ما سيبيعك وسيربح منك. لما توضع لابل شخص ما في مكان ما راح يربح منك، حزب، جماعة، جمعية حقوقية، شيخ، ملك، زعيم، شيخ يربح منك وانت ما تربح شيء، فهمت؟ فأنا أعتقد أن حرية الإنسان أهم شيء. إذا في ممكن مشترك نلتقي عليه ونتعاون عليه، مشروع مثلا، فكرة ممكن ندعمها، أهلا وسهلا. إذا ما في ممكن نلتقي في فكرة اليوم ونختلف في فكرة أخرى غدا، ما في مشكل، لا إحنا إنسان. بس لما توضع نفسك في حزب معين أو في جماعة معينة، أنا جربت الانتماء وأفهم الانتماء جيدا، انت لازم افهم كيف يعمل الانتماء، يعني السوسيولوجيا الانتماء افهمها جيدا. انت لازم تتخلى على اشياء كثيره، ولازم تحاول تندمج مع البيئه، والبيئه تحاول تندمج مع انت، تؤثر ايضا الشخص، الفرد ايضا يؤثر في البيئه، بس البيئه تؤثر في الشخص اكثر. الرسول، الناس كثير يفهموا يعتقدوا ان الرسول صنع الاسلام، هو ما الرسول صنع الاسلام، قريش أو البيئة صنعت الإسلام وصنعت الرسول في نفسه، البيئة صنعت محمد. فتتخيل لو كان محمد عاش في هنا في البيئة دي، بيئة المايا في أمريكا، جنوب أمريكا، فتتخيل راح يكون في عبيد أحرار؟ ما في عبيد أحرار، ويذبحوا الناس قربان. فراح محمد كان راح يذبح في العيد الأضحى، ما يذبح أغنام بس يذبح بشر،
لأنهم هون المايا كانوا يعملوا الأضحية على البشر، فمحمد كان يقول لهم لازم تكون أضحية على البشر كل 10 سنين مثلا، لأن إذا ضحينا كل سنة على شخص راح للقرض، فلازم تكون فلازم تكون كل 10 سنين مثلا، بس كان راح تكون في أضحية بشرية. وكان ما كان ينزل الكبش على إبراهيم، إذا كان محمد سمع من قبل برواية الكبش فكان الجزء اللي فيه نزول الكبش على إبراهيم يقتطع، ما كان فيه إسماعيل، ما كان فيه لك، بل أن محمد ذبح إسماعيل وانتهت القصة. لذلك نحن سنذبح، لذلك نحن سنذبح أبناءنا حتى ننال رضا الله. فالبيئة محمد يعني جميع الدين المحمدي مأخوذ من أديان، من الأديان اللي كانت بالضبط موجودة في المكان. فالبيئة صنعت محمد، ومحمد أثر أيضا في الدين، عدل بعض الأشياء وطور بعض الأشياء، بس ما كانت أشياء كثيرة. محمد ما عدل أشياء كثيرة في الدين، ما كان مثلا محمد ما كان بثورة بوذا، ما كان بقوة ثورة محمد، ما كانت بقوة ثورة بوذا، وما كانت حتى بقوة ثورة الشخص الأسود ده من جنوب إفريقيا اللي لا مارتن لوثر كينج مثلا، ما كانت بقوة مانديلا مثلا، ما كانت بقوة مانديلا. مانديلا مثلا أبدع السلام، يحارب العنف بالسلام، دي شيء خطير جدا، ما هو بالسهل تطبيقه. أو مثلا لينكولن هنا في أمريكا اللي حرر العبيد، كانت معركة خطيرة جدا، محمد ما كانت عنده الجرأة يعملها. فهمت؟ فالبيئة تؤثر في الشخص، والشخص يؤثر في البيئة. وأنت لما تصنف نفسك نبي، ما ممكن تروح المحل دعارة، فهمت؟ ما ممكن تشرب خمر في نفسك، فلازم تقول لهم أن الخمر في الجنة، ولذا أنا أشرب الخمر، فهمت؟ لازم تلقوا أنت نبي وتسكر، الأنبياء ما كانوا يسكروا، أنت نبي وتشك، الأنبياء ما كانوا يشكوا، لا الأنبياء كانوا يشكوا. في عنا نبي بسكر بصراحة، يعني في عنا نبي كل ما التقيناه بيشرب الخمر، نبينا سامي الدين الرائع. إيه فهمت؟ ليه يشرب الخمر؟ لأنه نبي في أرض فيها خمر، ما عنده مشكلة مع الخمر. بس مثلا في 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 محمد كانت عنده أمور خداها من الإرث، فتخيل الآن أن طقوس الحج كلها طقوس وثنية، فمحمد ما كانت عنده الجرأة يحذف الحج بالمرة، ما كانت عنده الجرأة، لأنه لو حذف الحج بمرة راح الاقتصاد يتدمر، وراح قريش تغضب، وراح الدين ينضطر. فمحمد كان ذكي، ليه ما نخلي لهم الطقوس دي، خليهم يعبدوا الحجر ويقبلوا بدر اللات، ما في مشكل. فاهم؟ يعني محمد كان ذكي بس، وكان ثوري بس كان بذكاء محدود ونفس ثوري محدود في الزمان والمكان اللي كان فيه. طيب قبل ما أصدقائي، أنا كمان شوية راح أفتح سكايب ونبدأ الأسئلة بصراحة، يعني صار بدي أصل كيف وصلت نهائيا لقناعة كاملة إنه الإسلام غلط، إسلام خرافي. الإسلام هو مجموع ما يسمونه ب ما يسمونه بالمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم دي من الدين بالضرورة فيها مسائل غيبية، مثل الإيمان بالله والرسول والملائكة والأنبياء وكذا، والقدر والجنة والنار. فأنت ما راح تخرج وحدة، لأنك اليوم تخرج وفي الغد ترجع نفس، تلقى نفسك رجعت، فهمت؟ مثل الأخطبوط، أوكي؟ أنت تهرب من اللسان ده يجيبك اللسان ده. رائع 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 سعيد الوصف، بالفعل الدين مثل الأخطبوط. يعني أنت عندك أركان الإسلام، أركان الإيمان أقوى، أركان الإيمان، وعندك مجتمع مؤمن محيط بك، يعني لازم تحاول تتكيف، يعني عندك ضغوط بيولوجية
لان المجتمع انت ما تحس بضغط المجتمع، بس هو يتفاعل بطريقه بيولوجيه. انت اليوم مسلم، غدا اذا ما كنت مسلم زوجتك راح تطلب الطلاق، فهمت؟ اذا كانت مسلمه اهلك راح يتبرؤوا منك، بيزنس راح يقفل، ممكن تروح للسجن، وممكن يقتلك حدا حجرة في الشارع من أجل درهم أو درهمين أو من أجل سيجارة، ممكن يقتلك ويعتقد نفسه رايح للجنة، ها؟ يعتقد أن قتلك راح يحرم من جميع ذنوبه اللي عملها، لأنه راح يروح راح قتل ملحد. إذا أنت عندك تهديدات اجتماعية من البيئة، ضغوط بيئية، وعندك ضغوط من الإيمان، يعني مبادئ أنت تعلمتها من صغرك مغروسة، وعندك عادات وردتها، فقط عادات. أنت حتى إذا ما تكون مؤمن تلقى نفسك تعمل دعاء النوم ودعاء الاستيقاظ، أنت ما مؤمن أصلا، بس تلقى نفسك تعمل دعاء الاستيقاظ ودعاء النوم. والأكثر من ده أنني حتى بعد أن فقدت الإيمان كنت أجد راحتي في التسبيح. يعني التسبيح يمنحك شعور لذيذ جدا. احنا من لما كنا مؤمنين كنا نحس بالشعور ده، بس كنا نعتقد انه بسبب الايمان، بس هو فقط بسبب العاده. التسبيح يمنحك شعور لذيذ جدا، لان كلما سبحت تحصل على الشعور ده، فهو لحظه من لحظات التامل. ولذلك ترى البوذيين عندهم تسبيح ايضا، فهمت؟ ف في عادات، عادات انت ولدتها، انك تذكر الله، انك تسبح، انك عندك اخلاق جيده، فانت تعتقد، انت لما مؤمن تعتقد ان الملحدين كلهم انجاس، فهمت؟ ان كل من لو يسموه من فهو ممكن يكذب، ممكن يسرق، ممكن يعمل اشياء سيئه جدا وما عنده ضمير. انت تعتقد ان ضميرك، انا شخصيا كنت أعتقد أن حسن أخلاقي مأخوذ من الإسلام، بس أنا الآن ما أنا مسلم بالمعنى التقليدي، بس أخلاقي لا زالت كويسة، فأنا فقط الآن عرفت أن حسن أخلاقي ما كان من الإسلام، بس كان لأنني شخص كويس. أنا ما كنت أكذب أبدا، لا، والآن لا أستطيع الكذب أبدا، ما أكذب، ما أستطيع ببساطة. ولكن فيما قبل كنت أعتقد أنني لا أكذب فقط لأنني متدين، وأنني لا أسرق فقط لأنني متدين. فأنت عندك عادات، وعندك بيئة، وعندك معتقدات، الثلاثة دول يحاصروك، مو أخطبوط واحد، دي أخطبوطات، فهمت؟ عندك أخطبوط من كل جهة، وكل أخطبوط مئات الأذرع، ما فيك يعني ما ممكن تسلك بأي طريقة، بس ممكن تحدث ثغرة. الثغرة دي كان صعب تحدث في دماغي، الثغرة دي لازم تحدث في دماغك، لازم خلية من الخلايا تقاوم وما تموت. وفي حالتي أنا كنت أتناقش كتير وزرعت خلايا كتير، بس ما كانت خلايا قوية. تحاورت مع ملحدين كتير، قرأت كتب إلحاد كتير، قرأت يعني في كتب الإيمان وكتب الإلحاد، يعني اشتغلت بدماغي كتير، كنت أزرع خلايا، بس الخلايا ما كان عندها قدرة على النمو، لأنه ما كان بينها ترابط. كان لازم حدث من الأحداث يخلي الخلايا دي تشتغل. أعتقد أنه كان حديث محاولة رسول الانتحار، فيما يخص شخصيتي أنا أعتقد أنه كان محاولة رسول الانتحار، لأنه زعزع كياني وخلاني أنفتح على فرضيات جديدة كنت أتجاهلها. أنت عندك فرضيات هي الصح، بس حياتك كلها تتجاهلها، لأن الأخطبوطات ما يخلوك تشوف الفرضيات دي،
هي مخبية خلف الأخطبوطات. إذا أنت عملت ثغرة وشفت فرضية من الفرضيات الدول وصرت تعمل عليها، الخلايا راح تتواصل فيما بينها وراح العمل يتطور. أعطيك مثال آخر، في المغرب كانوا فيه أشخاص كتر لا دينيين، بس ما كانوا متأكدين من هويتهم اللادينية. هم لا دينيين بس ما يعرفوا أنهم لا دينيين، حتى تواصلوا في الفيسبوك. لما تواصلوا في الفيسبوك اكتشفوا هويتهم أنهم لا دينيين. أنا في شخص اتصل بالبارحة في الفيسبوك وما كان عارف هويته الجنسية، ما كان مرتاح لهويته الجنسية لأنه مسلم ومثلي في نفس الوقت. فلما تواصل معي شرحت له كلمتين أو ثلاث كلمات، يعني شرحت له الأمر، فحس بشعور يعني وكأنه استيقظ من نوم عميق. ده مثلي خايف من جهنم. قلت له ببساطة ما في جهنم، فهو كان ناسي الأمر، فهمت؟ فتخيل أنت حتى المؤمن الأمر ده يحدث للمؤمن أيضا. يعني أنت تكون عندك أفكار كثيرة تشجعك لأنك ما تكون مؤمن، بس باقي خايف، ما ممكن تتحرر من خوفك بين يوم وليلة. كيف المرأة ما ممكن تتحرر من خوف من الصرصور، فهمت؟ فأنت تفكر أنا راح أكون ملحد، أنا ما عدت مؤمن. لا أنت مؤمن وإلا تروح جهنم. لا أنا مؤمن باش ما حتى ما أروح جهنم، فهمت؟ فالصراع ده أنت ما حاسس به، الصراع ده يدور في اللاوعي نتاعك. الصراع ده في اللاوعي نتاعك. فالمرأة دي اللي تخاف من الصرصور، لو أنك خدت المرأة دي في تجربة، يعني بقبول من المرأة، يعني قبل تشارك في التجربة، لأنك إذا ما قبل تشارك فأنت مختطف. إذا أخذت المرأة دي ووضعتها في تجربة اجتماعية مع صراصير لمدة شهر، راح تولي صديقة صراصير، لأن الفكرة دي راجعتها في دماغها مرات يعني ولدت خلايا جديدة لتستقبل فكرة أن الصراصير غير مضرة. فتحرر من الإيمان يتم بنفس الشكل، لازم تربط خلايا جديدة في دماغك تستقبل أفكار جديدة، وإلا فأنت عندك آلاف المناطق في دماغك، اليوم تقتنع بأنك مسلم والغد تقتنع بأنك سعيد. أنت ذكرت أنه قصة انتحار محمد هي اللي فتحت هالثغرة هي، ليش بالذات؟ شو أسباب أنه هالقصة هي بالذات؟ يعني شو تأثير القصة هي برأيك على ما عنده تفسير عقلي كامل، ما عندي. أنا أقول لك حياتي، يعني بعد يعني هي فيها تفسيرات عقلية، بس الأمر حدث في اللاوعي. التفسير العقلي هو أن إذا فكر محمد في الانتحار فهو غير معصوم، وإذا كان محمد غير معصوم فالأنبياء كلهم غير معصومين، وإذا كان الأنبياء غير معصومين فحديث القرآن عن الأنبياء بأنهم معصومين كذب. إذا ما فكر محمد في الانتحار فيعني أن صحيح البخاري غلط، إذا كان صحيح البخاري غلط فيعني أمور كثيرة نأخذها كأنها مسلمات هي غلط. فأي جواب يقودك إلى الشك، ما في جواب مطمئن في المسألة دي. لذا الشيوخ يحاولون تكذيب الحديث بصفة عامة، بس الحديث صحيح. إذا حبيت تكذب الحديث لازم نكذب جميع قواعد علوم الحديث، وراح نلوح السنة كلها، راح نرمي السنة كلها. فأي جواب عقلي أو ديني للمسألة دي راح يقود للشك في ما يسمى في الإسلام بالمعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم بالدين من الضرورة ده
هو اقوى اقوى اخطبوط يشل كيان الانسان وما يخليه يتحرر. هو في الحقيقه لازم يكون المجهول من الدين بالضروره او المكذوب من الدين بالضروره، بس هم يسموه المعلوم من الدين بالضروره. كيف بالضروره؟ كيف؟ لا لازم تعلم دي بالضروره، بدون ادله بدون اي شيء لازم تعلمها بالضروره وانت هرامه. ده اكبر سجن. انت تخيل تكون مختطف، اوكي؟ انا دائما احب اقارن الاسلام بالاختطاف. انت مختطف، شفت ناس كتير حاولوا يهربوا من فجرة القنبلة، انت تحتك قنبلة غير شغالة، بس ممكن تخاطر؟ ما ممكن تخاطر، في فقط قنبلة واحدة حقيقية، مئات القنابل هي قنابل بلاستيكية، بس ممكن تخاطر؟ أكيد لا، أكيد لا. طيب سعيد، خلينا ناخذ التعليقات، لأنه يعني أظن الحلقة بشمال ما تطول كثير على أصدقائنا. خلينا نشوف إذا في أي تعليقات. أظن في تعليقات من أخوة كثير بصراحة. يلا دايا أصدقائي، أنا فتحت سكايب، ويا ريت، أنا بتمنى منكم تتصلوا وتشاركونا آراءكم، تشاركونا التعليقات. في محمد الديري عم بيقول المسلم وصي على كل البشر رغم أنف البشر. طيب شو بتقول لمحمد الديري يا صح سعيد؟ الإسلام هو الدين الوحيد اللي لازال ممكن تكون أديان كانت بس ما عادت فيها الصفة دي، بس الإسلام هو الدين الوحيد اللي يعطي للمسلم، يخلي المسلم يعتقد أنه وصي على كل البشر. طبعا مثلا اليهود يعتقدوا أنهم شعب الله المختار، بس ما يعتقدوا أنهم أوصياء على الآخرين، يعتقدوا أن الآخرين أعداء، أنهم أميون، أنهم بهائم، بس ما يعتقدوا أنفسهم أوصياء على البهائم، خلي البهائم وحالها. المسيحيين يعتقدوا أنفسهم أنهم لازم يحروا الناس، بس الإسلام هو الوحيد اللي يعتقد أنه لازم يحكموا الناس ولازم يعطوهم خيار، إما الإسلام أو الجزية أو قطع الرقبة. صح، ولذا أنا أعتبر أن الإسلام يجب أن يصنف كمرض خطير. بالضبط، هو مرض عضال يعني صاير. طيب معنا الأخ معروف المجهول، تفضل أخي معروف. اهلا وسهلا، بس يا ريت علي صوتك كمان شوي مشان المستمعين، تفضل. مرحبا جان، اهلا وسهلا معروف، كنت فاقدينك صراحه. تسلم والله، هو ضرب الاسنان يعني ذبحني، صار يومين يعني، او اسف كثير على الاطاله. سلامتك. نفس المشكله انا عاني منها اليومين اللي راحوا. عم نكبر ظاهر الجماعه ماشيين فيروس بالجو. ما بطلع، ما بقدروا، المشكله ما بقدروا، هذول بس بيعرفوا يدعوا. صحيح اكيد تفضل. احب اسلم على ضيفه الاخ سعيد طبعا. شكرا تحياتي لك. انا انت قبل شوي ذكرت حديث عن محمد انه اطفال المشركين في النار، طبعا في حديث ثاني بين يدي الان يقول الوائده والموءوده في النار، حديث رواه احمد. نعم، الوائده والموءوده في النار، حديث صحيح صححه الالباني، رواه احمد في مسنده والنسائي وسنن ابو داود الجدود. يعني الوائدة المرأة التي حفرت حفرة ورمت ابنتها فيها، هي وابنتها في النار ما لم تدرك الوائدة الإسلام. يا سلام. يعني شرط، نعم، شرط دخول الموءودة في الجنة ونجاتها من النار هو أن تدخل الوائدة الإسلام. تصور يعني في سورة أعتقد تكوير أو وإذا
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني تصور إنه الله في يوم القيامة راح يجيب الفتاة الموءودة، راح يسألها بأي ذنب قتلوك، فتقول له يا رب لا أعرف، خذ لي حقي، يقول لها سوف أنتقم منهم، فيأمر بأبيها إلى النار على سبيل المثال. وبعد انتهاء الحساب هذا يأمر الملائكة، ملائكتي خلاص خذوا عبدتي هذه إلى النار. تقول يا رب بأي ذنب؟ قال هو وعد قطعته على نفسه، هو الموجود في النار لأن أمك ما أسلمت. يا سلام، تصور يعني. هذا إله كثير حلو، ها معروف. نعم يعني هذا الحديث موجود أنتم الجميع. خلينا نسمع التعليق، خلينا نسمع تعليق الأخ سعيد. أخي سعيد كيف تعلق على الحديث هذا؟ هو أنا سبق وقلتها، لا يصدق برواية، لا يصدق برواية الإسلام كلها إلا مسطي يعني حمق مقطع الأوراق مقابل حتى سبيطار. يعني لا يصدق برواية الإسلام كلها إلا حمق ما عنده حتى ورقة، وحتى مستشفى ما عادي قبله ما يعرفوا أمراض، لأنه غريب أنك تجد يعني شيوخ الإسلام أو العرصات كما تحب أن تسميها، عرصات الإسلام، أرجوك عرصات الإسلام. الغريب انك تجدهم يحاولوا ايجاد تبريرات لهذه الاحاديث، مثل هذا الحديث، وهناك شرح مفصل وموسع عن هذا الحديث بالذات. حديث واضح، حديث واضح لا يمكن انكاره. كيف تبرر؟ كيف تبرر؟ ويقول لك المقصود والمش عارف ايش والمش عارف، شيء غريب يعني، استخفاف في عقول الناس. والادهم من ذلك الناس يصدقون. يعني انا قبل يومين كنت احاور فتاه من المغرب، طبعا صديقة عندي هي فتاة مسلمة يعني إلى حد ما، لا أعرف درجة إسلامها. فأنا أذكر لها بعض الأحاديث أو الآيات المحكمة، ليست الآيات المتشابهة، آيات محكمة. المصيبة أنها آيات محكمة. تقول هناك تفسير، أكيد في تفسير لها، وأكيد في هذه شبهة والعلماء أجابوا عنها. فأنا أذكر لها إجابة العلماء عن هذا، وأقول يعني هل ممكن أنك تصدق هذا التفسير عن هذه الآية أو عن هذا الحديث؟ يعني هل اعتبرت أن هذه شبهة دحرت، انتهى الموضوع؟ فتقول لي المهم 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 أنهم جاوب. والله يعني شيء عجيب. أنا أقول يعني المهم أنهم تكلموا وجابوا فقط، ليس المهم هي درجة الإجابة. يعني أنا الحين أدخل قلت يعني بس أني أعبي الورقة أي كلام أي شخابيط وأعطيها الأستاذ، انتهى خلاص راح انجح في هذه الطريقة. أظن معروف، أظن يعني إن هن تعودوا إنه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم، يعني شو من عطاهم يقبل. هذا الأمر لا ينطبق على هذا الزمن، لا ينطبق صحيح على هذا الزمن. صحيح. يعني هل معقول إنه أنا أمسك التليفون وأقول لن أسأل كيف صنع هذا، سوف أستخدمه وخلص انتهى الموضوع، وروح للشيخ أقول كيف اشتق تليفون، يقول لا تسأل يا ابني سوف صحيح. هو في إشكال في طريقة التعامل مع المسلمين أستاذ، في طريقة للتعامل مع المسلمين. إحنا ما عرفنا بعد كيف يفكر العقل المسلم، ما في دراسات علمية كيف يفكر العقل المسلم. طريقة تفكير العقل المسلم غريبة لكنها تتشاطر مع بعض الأمور الأخرى. فالإسلام مش في دراسة فقه، أنا درست فقه في ما في حياتي، اكتشفت إنه مادة مطاطية. يعني حتى كنت أتناقش مع الشيوخ، يعني لماذا هنا توسع في هذه، وهي نفس المسألة، نفس القياس، نفس الشيء، هنا توسع وهنا تضيق، ترجع توسع هناك وتضيق هنا. فهم يعني حاول شيوخ الإسلام أن يجعل الدين شيء معقد، وهو أبسط ما يكون، أبسط ما يكون. يعني لو يعني لا، هو ما أبسط ما يكون. معلي يا أستاذ، إذا كان ممكن تعذرني، أنا كنت أتكلم على مسألة أنه ما هو بسيط. الدين محمد رسول،
كان يتنغم ويقول كلام ما تهم العواقب. أنا أحاول في المستقبل أن أخوض تجربة النبوة كتجربة اجتماعية حتى أفهم كيف كان يتعامل محمد. محمد كان يفيق اليوم يقول لهم آر في النار في النار كلكم أيها الكفار، دواب وأطيار، عبيد وأحرار. ده الوحي وليد اللحظة. ده الوليد جاني وليد اللحظة، أنا شخصيا الآن ده وليد اللحظة. فالفقهاء راح يمضيوا سنوات كثيرة في اش كتعني آر، أي آر، واحد يقول تعني كذا، حروف مقطعة في القرآن، في النار في النار مرتين ليه الجميع في النار، وأن النار راح يكون فيها عبيد أكثر من الناس اللي راح يروحوا الجنة، عبيد وأحرار يعني إلا من تاب وإلى الإيمان صار، دي في الختام مثلا. بس الناس الفقهاء راح يعملوا منها كتب ومجلدات، وده اللي حصل في علوم في الإسلام نشأت لفك معضلات القرآن، من مثل الناسخ والمنسوخ، المبين والمشكال، المتشابه والمحكم، يعني أبواب يعني علوم القرآن كلها فيها أكثر من ثلثين فقط لمحاولة فك معضلات القرآن. كتب الفقه كلها كتب الفقه تلقى في كل شيء يعني تبات تفاسير، أربع تفاسير، خمس تفاسير لمحاولة فك مشاكل الحديث النبوي. فالحديث النبوي كان مزاج الرسول، ويجيوا من بعد يحاولوا يلقوا قواعد لتسيير هذا المزاج، وهي مستحيلة. طيب شكرا كثير لك أخي معروف، وأنا بتشكرك على التواصل. ما فهمت عليك، لا 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 لا، اكيد اكيد، يعني انت مرحب بك مهما طال الزمن يعني، وانا بتمنى نتواصل كل حلقه يعني. شكرا كثير لك اخي معروف، يشرفني طبعا. الشرف لي اخوي، الشرف لي. طيب خلونا نروح ناخذ تعليقات اليوتيوب. اخي سعيد، في اخ بصراحه انا حابب اقرا التعليق بتاعه، وهو اسمه unknown person، عم بيقول: حضرتك أنا ملحد، عمري 17 سنة ونصف، وأعيش مع أهلي ولم أجهر بإلحادي، ويتم إجباري على الصلاة والصيام كذا، ومش قادر أجهر، وخايف لو قلت لهم أني ملحد يطردوني من البيت ومستقبلي كله يتدمر، ومش عارف وش أعمل، ومخي حينفجر لدرجة أني فكرت في الانتحار. أتمنى تعطيني أي نصيحة وشكرا. أخي سعيد، شو بتعطي نصيحة للأخ unknown person؟ يروح مستشار اجتماعي. طيب أنا بالنسبة لي أنصحك أخي unknown person، أكيد أكيد لا تجهر بإلحادك، يعني هذا شيء غير مطلوب حاليا نهائيا. وبصراحة يعني أنا لو أنا مكانك سأصلي ونافق حتى يشتد عودي وأخرج من بيت أهلي، ويعني ما ضروري أعرض حياتي للخطر في سبيل أنه أنا في داخلي أفكار. أوكي يعني مجتمعنا هدو، مجتمعنا يحتاج منافقين للأسف الشديد، مجتمعنا يصنع منافقين وما نقدر نساوي شيء. أستاذ جان، ما أحب أعارضك، بس أنا ليه قلت كلمتين روح لمستشار اجتماعي؟ تفضل. المسائل دي معقدة جدا. أنا شخصيا يكرهني شخص على دين لمدة أكثر من 3 أشهر، أقتل نفسي أو أقتله، ما في نقاش، ده اغتصاب يومي. فلذا أنا ما أنصح الأخ، هو صغير تلميذ يعني مراهق، ناس يجبروه. أنا أعرف ناس كثير تعقدوا في حياتهم، حياتهم صارت جحيم لأنهم أمضوا سنوات يمارسون عبادة بالإكراه، فدول حياتهم راح تتلخبط.
فلازم يزور مستشار في مستشار يعني في المستشفى او مستشار اجتماعي او جمعيه حقوقيه في البلد بتاعه، لازم يتكلم لحدا. اذا بقى اذا حاول بنفسه يلقى حل، ما ممكن يلقى حل. انت ابن 17 سنه، انت ما عارف تجارب، انت ما عايش تجارب. يعني هو الفكره الوحيده اللي يفكر فيها هي الانتحار، ودي فكره سيئه جدا جدا جدا، لان الانتحار ببساطه هزيمه، وتخلي المعتدي يعتقد انه كان على صواب، وتخلي الشباب اللي كنت تعرفهم وملحدين ايضا يقولوا ان سبب انتحاره الحاده، مو سبب انتحاره اكراهه على ممارسه عباده لا يطيقها، يعلم انها خرافات. تخيل انت شخص او بنت مثقفه، امك تاخذك الضريح يوميا حتى تصلي لابو جحيشه. ابو جحيشه ده حمار مدفون منذ زمن بعيد، الان تخيلوه ولي صالح. انت تعرف انه حمار، انت تعرف انه حمار مدفون هناك، انت عندك التاريخ الطبي للحمار، حمار فرنسي مثلا لما كنا احنا في الاستعمار. الان الناس كان صاحب الحمار كان يحب حماره او كلبه وصار يزوره. الناس ما عرفت انه كان يزور فقط حمار، كانت تعتقد انه يزور ولي صالح فرنسي، هو كان فقط حمار فرنسي او كلب فرنسي. والناس الان تروح الولي الصالح ابو جحيشه الفرنسي لعبادته. بس انت تعرف التاريخ، والديك ما عرفوا التاريخ، انت راح تحمق، راح تتخلبط وراح تعمل شيء مصيبه. حتى ما تعمل مصيبه لازم تتحدث الى حدا، لازم تتحدث الى حدا من العائله يتفهمك، او تتحدث الى اقرانك الملحدين، ابحث عنهم في المدينه وتكلم اليهم، لانهم عندهم نفس المشاكل، وممكن تفوج عن نفسك وممكن تلقى حل وممكن تكتشف طرق، او ممكن تروح، هذه اخر يعني الحل الثالث، تروح للمستشار النفسي او تروح كذا، والحل الرابع تروح للبوليس، ما في مشكل. اذا فيه اولادك او والديك يكرهونك على ده ممكن تروح للبوليس، والحل الخامس انت قاسم ممكن تروح لاقرب سفاره غربيه. انا ما عندي طريقه التعامل مع السفارات، بس ده حل ايضا. اذا تروح لسفاره وتقول لهم انا قاصر واهلي يكرهوني على عباده وراح انتحر، راح يتعاملوا معك. فاذا اطلب المساعده، ما تتعامل مع الامر بنفسك، اطلب المساعده. دي الوصيه اللي اوصيه بها. اكيد اكيد سعيده. انا بصراحه يعني مثل ما قلت، اللي هو الواضح انه شخص مصري بمصر، يعني الذهاب للبوليس يعني مصيبه ثانيه، والذهاب لمستشار يعني اذا كان صادق المستشار هذا، يعني بتمنى يكونوا صادقين، لانه اغلب المستشارين خصوصي العلماء النفس ما يسمون اطباء النفس يعني ما واضحين بهالمساله هي، يعني اذا عرفوك ملحد احتمال انه يأذوك. بس في شغلة كتير جميلة ذكرت، أنه ابحث عن أمثالك وتكلم معهم. يعني الفيسبوك حاليا يعج بالملحدين، اليوتيوب يعج بالملحدين، خليك على تواصل معهم أنه بيرسون، ويعني وحاول تشرح أفكارك وتحكي تفضفض إلى حد يعني تصير يعني تقدر تتعايش مع موطنك. يعني من تجربتي الشخصية لما كنت في جامعة العدل والإحسان، كثير من الإخوان كانوا آباءهم يكرهونهم على عدم الذهاب للجامعة، فهمت؟ فإحنا كنا نعالج المشاكل دي كثيرا. فأنت أبوك منعك تمشي تحضر، فتخيل أن جماعة إسلامية وكنا نبيح الكذب بفتوى من العالم الجليل عبد السلام ياسين، ممكن تكذب عليهم ما فيها مشكل، بس الأساس أنك لازم تلتقي بأمثالك وتجلس معاهم أسبوعيا، مرة في الشهر، مرة على الأقل. ليه؟ لأنه ما هي مجرد فقط لأخذ الرأي والاستشارة، بل أن الجلوس مع أمثالك نفس أفكارك يخليك تسترخي، ما تعود متوتر أكثر من اللازم. الاسترخاء مهم، لما تسترخي ما عاد تفكر في الانتحار، تحب الحياة، يخلوك تحب الحياة ويخلوك تقتنع بما أنت عليه، ولما تسترخي تصبح مرن. ممكن تحضر مع أمك للمسجد وتحزق في المسجد،
بالضبط، وهذا قصدي يا اخي سعيد، هذا قصدي انه يعني اتواصل معه. على فكره الاخ انون بيرسون، انا بكره الصبح راح، انا اليوم سجلت حلقه ردود على تعليقات المسلمين، وبكره الصبح راح انزل الحلقه، ومن ضمنهم انت يا اخي انون بيرسون، في تعليق كامل انت معلق وانا رادد على التعليق، ويعني بتمنى تسمع الحلقه كمان. طيب خلينا نروح لتعليق اخر اخي قبل ما نقفل الحلقه، يعني هو بصراحه طولنا شوي على الاخوه المشاهدين. في كاهنه الاخت كاهنه عم تقول: كيف ثوره الاسلام لم تكن كثوره بوذا وقد كسحت باي ثورة الإسلام نصف حضارات العالم القديم في مدة وجيزة أقل من 100 عام؟ فتوحات الدولة الأموية يعني قصده، حتى أنها كانت أشبه بالمعجزة من أناس أعراب لا يمتلكون أي مقومات حضارية أو حربية، بخلاف الثورة البوذية التي كانت أقرب لمجرد تعاليم إصلاحية سلمية. تفضل أخي. ده قصدي، الثورة البوذية كانت ثورة أفكار، يعني غير في المفاهيم. الناس الآن مقتنعين بالسلم، مقتنعين بأمور، بس الثورة الإسلامية فقط أخذت أسوأ ما في العرب، أسوأ ما في العرب، لم تأخذ منهم أجمل ما كان فيهم، بل أخذت أسوأ ما كان فيهم وأعطته مبرر إيماني، مبرر ديني، فصاروا قوة. ممكن نقارنها بهولاكو، ممكن نقارنها ب جنكيز خان، وربما نلقى ان جنكيز خان كان ارحم من المسلمين. فانت لما تاخذ أسوأ ما في قوم، وهو حب النساء وحب المال وحب التسلط على الاخرين، وتقول لهم ربي يعطيكم الجنه على هذا، انت راح تاخذ اقوى جيش في العالم، يعني واقبح جيش في العالم. إحنا المسلمين ما أنشأوا حضارة، ودائما عندنا هذا الكتاب: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ يا غبي، أنت الجواب عندك في السؤال، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر اليابانيون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر الأوروبيون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر الأمريكيون؟ أنت قلت لماذا لم تقل لماذا تأخر المسيحيون وتقدم غيرهم؟ لا يستقيم، لا يستقيم إلا مع المسلمين. لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لأنهم مسلمون يا غبي. بالضبط بالضبط. طيب سؤال أخير رح نأخذه من التعليقات. علي عبد الله عم بقول: عندي سؤال لك، ما هي حقوق الناس في الشرق الأوسط، وهل سوف تأخذ الناس حقوقها في الشرق الأوسط أم لا؟ لم افهم السؤال جيدا، هل ممكن ان تعطيني هو بصراحه الاخ عبد الله، يعني علي عبد الله، يعني هو تعبني كثير بكتابته، يعني يكتب السؤال وينسخه عده مرات، وبصراحه يعني كتابه شوي السؤال ما واضح، ينقص حروف. هو 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 قصده بالسؤال انه في الشرق الاوسط هل ستكون علمانيه في النهايه ولا لا؟ هذا اللي فهمته من السؤال. انا ستكون علمانية أو ستنظافر، ممكن مثلا بعد 10 سنين لا يعود هناك شرق أوسط أصلا، لأن أصلا أحيانا الإنسان لا يفكر في متغيرات أخرى. عندنا تغير المناخ، الشرق الأوسط لن يصبح صالحا للسكن بعد 50 سنة، والمسلمون سيكونون ضيوفا على بلدان أوروبا وأمريكا وبلدان آسيا. في هذه الحالة لما المسلمين راح يكونوا في بلدان أخرى، والآن الشرق الأوسط مليء بالهنود، فممكن في المستقبل يكون حاكم السعودية هندي. نعم، ممكن يكون حاكم الهنود الآن أكثر من المسلمين في السعودية. ففي متغيرات كثيرة، والحروب تسرع هذه المتغيرات. فإحنا ما ممكن نعرف عن المستقبل كيف راح يكون، بس أي مكان فيه مسلمين الآن، أي مكان يستقبل مسلمين راح تكون فيه فوضى وحروب أهلية في المستقبل. في الأخير ينتصر المسلمين في أماكن، وراح ينتصر الغرب في أماكن أخرى.
بس في الأخير يعني بعد 100 سنة، 80 سنة، 150 سنة، سينضطر الإسلام التقليدي ببساطة، لأن الناس ستكتشف أن الإسلام التقليدي مجرد خرافات وأساطير، وسيكون هناك إسلام جديد مثل الإسلام، مثل المسيحية الآن. إسلام لا يتدخل في السياسة، ولا يؤمن بحاكمية الله على البشر، ولا يؤمن بالحق في قتل الآخرين، والمسلمين الذين سيكونون يؤمنون بهذه الحقوق في الأخير سيتم تصنيفهم كمرضى نسائيين، مثل المتطرفين الذين يقيمون الآن في أمريكا أو في أماكن أخرى. يعني في المستقبل المسلمون الذين يؤمنون بقتل الآخرين سينظر إليهم مثل اليمين الفرنسي، كما ينظر إلى اليمين الفرنسي، أو كما يؤثر إلى النازية في ألمانيا. بالضبط أخي سعيد، بالضبط. وأنا يعني أخالفك الرأي أنه 100 سنة أو 80 سنة، أنا لا أعتقد أنها ستطول إلا بضعة يعني عقود، ما أظن يعني أكثر من 3 عقود يعني. طيب أخي سعيد، نحن وصلنا لنهاية الحلقة، كلمة أخيرة بتحب تقولها للمؤمنين وللملحدين على حد سواء، مثل ما بقول، تفضل. لا تصدق المختطفين، لا تصدق المختطفين. وكيف تقنع أنه مختطف أصلا يعني؟ كلنا مختطف. تمام، يعني شك بما بين يديك مهما كان، حتى أنت الإيمان ليس فضيلة، والشك ليس رذيلة. الإيمان ليس فضيلة مطلقة، والشك ليس رذيلة. ويعني استخدم دماغك حتى تعرف راسك، هل أنت من المختطفين أم من المختطفين، أم أنك في المكان الخطأ أم أنك في المكان الصحيح. المهم فكر، فقد تكون من المختطفين. لقد أمضيت 20 سنة من المختطفين وأنا لا أعلم، من المختطفين وفي نفس المختطفين، ولهذا أسميها بالخدعة الكاملة، إنها خدعة كاملة. أنت تخدع الناس ولا تدري أنك أنت أيضا مخدوع. صحيح، وبصراحة أنا أحييك على الأفكار، وأنا بحب يعني مثل ما قال الأخ سعيد، يعني حتى إذا كنت أنت ملحد شك بأفكارك، يعني شكوا بأفكاركم يا جماعة، شكوا، خلي يكون عندكم مبدأ الشك، هذا مبدأ النقد لأفكار الإنسان. يعني اليوم حتى إن كنت ملحد ومتيقن أنه أنت ملحد، بس كل فترة وفترة راجع أفكارك، ليكون في شيء غلط هون، شيء غلط هون، يعني حتى يصير التطور. يعني ما راح يصير تطور بدون الشك والنقد. يعني انا ممكن اعطي يعني كلمه اخيره، هي من وحي اللحظه. تفضل. من وحي اللحظه احب مشاطرتها مع الاصدقاء، وهي ما دمت تشك فانت لا تزال حيا. انا اشك، اذا انا لا ازال حيا. لكن مساله تعديل لي، انا اشك اذا انا موجود، انا اشك إذن أنا لا أزال حياً. بالضبط، والإنسان الناقد هو اللي بيغير الواقع، يعني غير النقد ما بيغير الواقع. إذا تمينا كلاتنا على أفكار السلف ما كان حكينا مع بعض هلا بوسائل التواصل الاجتماعي هي السهلة والرائعة. يعني بصراحة أخي سعيد، أنا بتشكرك كثير على هالحلقة الممتعة بصراحة قضيناها، وأكيد إن حلقات قادمة في مجموعة خرافات ممكن نطرحها معك أخي سعيد. بكل سرور، أنا أشكرك جيدا أستاذ جان، وأشكر جميع المتتبعين للمتابعة والاهتمام، وأتمنى ما أكون خيبت ظنهم، أتمنى يكونوا سمعوا أشياء جديدة، وأشكرك بالخصوص على هذه الفرصة الكبيرة اللي منحتني، أقدرها كثيرا. حبيبي سعيد، وأنا بتشكرك لقبولك دعوتنا، وبصراحة يعني أنا كتير سعيد بوجودك، يعني بهالأفكار الرائعة هاي اللي النقدية اللي يعني عم تعطيها، وأنت إلك بصراحة يعني أقول لك سعيد، إلك يعني مثل الإنسان الموهوب، يعني في لمسة خاصة فيك أنت، يعني غير كله من الله. نعمة من الله. حبيبي سعيد، أكيد لقاء لنا لقاء قريب. أصدقائي طبعا بكرة في عنا حلقة، أنا رح أنزل حلقة مسجلة الصبح، الحلقة الثالثة من ردود على تعليقات المسلمين،
وفي حلقة الساعة بنفس التوقيت الساعة 8 بتوقيت لندن مع الأخ ديفيد رجل الكهف والأخت سارة عن تأثير الإسلام على حرية المرأة. يا ريت تتموا معنا ونشوفكم بكرة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا أخي سعيد، شكرا حبيبي حبيبي، تصبحوا على خير أصدقائي. أنت من أهل الحياة، أنت من أهل الحياة. تصبحوا على خير، إلى اللقاء أصدقائي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.